اهلا وسهلا بكم في القناة، اهلا بكم مشاهدي الكرام. اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم بحول الله موعدنا مع وصفة دوا زتاي، وصفة الكعبة او كعب الغزال. تجي رائعة سهلة وبسيطة ولا اروع في المذاق. فبعد ما سبق لي وتقاسمت معكم وصفة الكعبة، الوصفة غتلقاوها في صندوق الوصف. اليوم موعدنا مع وصفة اخرى، مقادير جداد. فإذا كنتو أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم. هذه هي الوجبة باش تعملوا اشتراك وتنضموا إلينا القناة، وشغلوا الجرس باش توصلوا الوصفات مجرد ما تنزل في القناة. ولا كنتو من الأوفياء القناة تنجد الترحاب بكم. اللي ترغب في وصفات من هذا النوع بدون روبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناة وسيت الشيف لطيفة، تنتقاسم معكم فيها عدة وصفات بدون هذا الروبوت. ندوزو نكتشفو مقادير وطريقة تحضير الكعبة بلا ما ندوزو من المرحلة اللي تنفسخو فيها اللوز. في الروبوت ثيرموميكس درت نص كيلو تاع بودرة اللوز، هي هادي 200 غرام تاع السكر، اللي بغى يزيد حتى 250 غرام تتبقى حسب الرغبة الحلاوة، 25 غرام تاع زيت المائدة، قبيصة تاع الملحة، نص معلقه صغيره تاع روح الزهر، وشويه تاع المسكه الحره اللي دقيتها مع شويه السكر. غادي نسد، ندوز نطحن مزيان باش نحصل على عقده. غادي نبدا بدقيقه السرعه 10. ونعاود نزيد نطحن دقيقة سرعة 10. العقدة تاعتي هي وجدات. من بعد ما تنطحنو اللوز نحطو على سطح العمل. ولا طلق لكم الزيت كيف تشوفوا معايا، كاين حتى مشكل. غادي نبداو نضيفو ماء الزهر، احنا تندلكو فيه حتى تيشرب زيتو. مازال تنبقاو نزيدو الزهر. نديرو العقدة في بلاستيك غذائي ونديروها في الثلاجة تبات ليلة كاملة عاد نخدمو بها. بالنسبة لعجينة العقدة بحاجتنا نص كيلو تاع طحين الأبيض الممتاز خاص بالحلويات، نص كيلو، نص كاس تاع زيت المائدة، 60 غرام، قبيصة الملحة، نص كاس تاع ماء زهر تا هي 60 غرام. غادي نكملو بالماء. غادي نزيد 100 غرام تاع الماء، العجينة خاصها تكون قاصحة. ندلك مزيان، غادي ندلك 6 دقايق، غير العجينة خاصها تكون قاصحة. ندوز دقيقة تاع الدلك أو نحل نشوف واش الماء قادني. باقي خصني نزيد شوية الماء، نعاود نزيد واحد 50 غرام الماء. الماء نزيدوه غير شوية بشوية باش ما تخرج لينا العجينة رطبة بزاف. مجموع الماء اللي جبتل دابا 150 غرام. نعاود نسد ونستمر في الدلك. صافي، كيف تشوفوا معايا ديال العجينة هي دلكات لينا مزيان، العجينة تاعتنا هي قاصحة ومدلوكة مزيان. غنديروها في بلاستيك غذائي ونخليوها ترتاح، يمكننا نحتفظو بها في الثلاجة ونحتفظو بها أيضا في المجمد. ناخدو عقدة اللوز تاعنا بعد ما ارتاحت ليلة كاملة في الثلاجة، ناخدو منها كويرات بحجم 20
حتى 22 غرام نحربلوهم. وضروري نغطيو هاد الحريبلات باش ما ينشفوش لينا. من بعد ما ترتاح لينا العجين تاعنا ناخذ طريف منها نسدو على الباقي. هنا سطح العمل بشوية السايس نطلقو العجين رقيق بالمدلك، ناخذو حربو نحطوه نغطيه بالعجين بهاد جوج صبيعات صغار. نحدو العجين مع الكعبة ونجرو كل شيء عندنا في نفس الوقت، نخرجو الهواء وتلصقو العجين الفوقاني مع العجين التحتاني. ندهنو صبيعاتنا بالزيت وبهاد جوج صبعان تاع اليمنى واليسرى الإبهام والسبابة، نقرصو كل شيء للفوق حلق. وحنا تنكونو القوس الوسط عالي والجناب محذورين، شتو تنهزو بحال هكا للفوق. حنا تنهزو الفوق وفي نفس الوقت راح نترقو العجين، ترقو العجين باش تبان العقدة من العجين. وبالجرارة تنبعدو 5 ملم على الكعبة ونقطعو بالجرارة، حيت راكم تتعرفوا اللوز في الفران تيتنفخ، نخليو ليه اتساع فين يتنفخ باش ما تحلش لينا الكعبة. نهزو الكعبة تاعتنا هاد الطريقة ونجيو نحطوها على اللاطة اللي مدهونة بالزيت ونقادوها بحال باقي الكعاب، نعطيوها نفس الشكل تاع الكعاب الاخرين. نطلقو العجين بالمدلك رقيق، يمكننا نخدمه وحده بوحده او جوج بجوج او مجموعه من الحرابل. نستمروا بنفس الطريقة حتى نكملوا الحرابلة العقدة اللي عندنا. من بعد ما نشكلوا الكعاب كيف تشوفوا معايا نخليهم يباتوا ليلة كاملة باش يبسوا. من بعد ما يبسوا لينا الكعاب كيف تشوفوا معايا هما يبسوا، انا خليتهم باتوا ليلة كاملة. في الغد غادي ندهنوهم واحد البيضة اللي غنسمو بشوية تاع الفاني بودرة باش نتفاداو المذاق تاع الزفر، شويه تاع الخل، نضربو البيضه مزيان وندهنو الكعاب تاعنا بالبيض واحد الشيته من برا ومن الداخل. غادي ندهنهم جوج تاع المرات، نخليهم واحد الخمسة حتى العشرة دقائق الجهد اللي ينشف البيض. ومن بعد عاد ندوزو نتقبو الكعبة بواحد البرة تكون رقيقة بزاف. بعد ما نعقموها يمكننا نعقموها اما بالكحول اي الكول او بالنار، وضروري ما نتقبو الكعبة باش ما ترتقش لينا في الفران بهذا الشكل. ندوزو بعد ما ينشف البيض عاد نتقبو الكعبة. تقيب الكعبة بالبرة الرقيقة خصو يكون هو المرحلة الأخيرة باش البيض ما يشدش لينا دوك التقيبات. من هاد التقيبات غادي يخرج البخار اللي تيطلق لينا اللوز. وباش الكعبة ما ترتقش لينا تنتقبو الكعاب كاملين من برا ومن الداخل. بالنسبة للفران تندخلوه على فران مهيل مشعول غير من الفوق، إلا كان تاع الغاز على شمعة مهيل حتى يتحمر لنا الوجه حسب الذوق. نطفيو الفوق ونشعلو لتحت شوية الجهد اللي يتحمر لتحت، وإلا كان فران تاع الضو
سنشعلوه على 120 من فوق المروحة حتى تيتحمر الوجه حسب الذوق، نطفيو الفوق ونشعلو شوية لتحت، واحد شوية تيبان ليكم تنفخ في الفران عادي، اللوز راه تيتنفخ، داكشي علاش خلينا ديك 5 ملم عاد قطعنا بجرارة، خلينا ليه الجهد فين يتنفخ، ودرنا تقيبات باش يخرج البخار وما ترتقش لينا الكعبة. الكعبة بعد ما تطيب تنشي على هذا الشكل، سنحمروها غير على التهنديبة، النار تكون مهيلة. وهكذا وصلنا نديرو جميع وصفة كعب الغزال اللي درناها ببودرة اللوز، سهلة وبسيطة مع جميع أسرار النجاح تاعها. فإلى عجبتكم الوصفة جربوها، وإلى عجبتكم ما تبخلوش عليها بالبارتاج واللايك ووضع تعليقات، بارتاجيو الوصفة مع الأهل والحباب باش تعمل فائدة. اللي ترغب في وصفات من هذا النوع بدون الروبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناة روسيت شيف لطيفات، نتقاسم معكم فيها أيضا عدة وصفات بدون هذا الروبوت. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.